تذكرت النقطة اللي أنا نزلتها. الحين بعلمكم وين آخر أسلوب. أو واحد وين بوبي 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 هناك. ما حد يشوف ليش تعالي ما تبين أنا آمن. ايوه هذاك هناك تكون عند اول جزيره هذه تلقونه هناك. اوكي بعلمكم كيف. انا ماني فاتح اخر واحدة، فاتح ثلاثة بس اخر واحدة ما فتحتها. هذا اسلوب القتال. اسلوب القتال الثاني الحمد لله غير مقريبا. واحد هنا يبيعها لكم 500,000. شوفوا 500,000 أنا شاريها. والحين نروح آخر أسلوب قتال. اللي يتذكر أسلوب القتال ذاك اللي أنا ما عرفت وينه صح، اللي يتذكره خلاص أوكي أبعلمكم. شوف اللي يتذكر ما عرف مين. شوف ترسبلون هنا، تروحون تمشون تروحون على اليمين. اليمين تروحون على اليمين مو بهنا لا هنا. توك يقول 750,000. أنا ما أبي أشتريها، هذه تصلح للعالم الثاني. وعلمكم كيف تجيبون العالم الثاني بس أنا ما نفعتها، بس إن شاء الله يعني. أوه إيش دمجني بسم الله. يا قلبي فيها شو دمجتني.
شوفوا بعلمكم كيف تجيبون لهذا اللي لفلهم 700 ليفل 28 شو بدك تقول بعدين تروح الثلج تروحون تاخذون تحت بالرمل ايش تبي انت تاخذ هذا تفتحونه تحطونه ترى مره واحده مو على طول هنا تشترون هذه تشترون كل شيء من هنا شايفين كيف في سودا تبون تشترونها تشترونها ب25,000 والاخيره يعني ما لها فايدة بس خسرت فلوس على الباطي شوف يلا ذاك اللي طم 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 ذبح خلاص شوف الأوشع عاد علمتكم أتوقع كل الناس عارفين تبون تجيبون هذا السيف ما ادري زور ما ادري ايش اسمه سبير ما ادري ايش اسمه بس اللهم تبون تجيبون هذا السيف تعالوا معي هون الجنجل جنجل شوف هذا هو أنا فاتحة شايفين هذا هو اللي مع السيف شايفين بس محاول نفسي أسود شايفين ها 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 مثله بالضبط والله إني جبت مثله شوف روحان هنا تضغطون على أول زر أول زر هو هنا ثاني زر روحون شوف تكونون هنا تلقون هنا الزر تنقزون فيها تلقون ثالث زر شايفينه تضغطون عليه رابع زر خامس زر والأخير هنا بعدين يفتح لكم هذا أتوقع ما أقدر آخذ الشمعة شايفين هذا تروحون عنده تنزلون يفتح لكم هذا إذا كان لكم 200 ها تقول لكم تشت أزرق يعطيكم 2000 ما أقدر آخذ الشمعة يب بس الله ما أشوفه أتوقع راح تعرفون كيف تاخذون الشمعة أنا ما أقدر أخذها بس حرام اللهم تاخذون الشمعة يلعن أيوة تاخذون الشمعة وين تروحون ها وين يلا حزب لا تاخذون يب يا بوي
تعرفين كيف أنا ذكي؟ أعرف أماكن. أنا في حاجة أعطيك إياها أوبي مرة. تنزل هذه كل شوي الأشياء. خلاص وصدقون اعتبروا هذه الشمعة، شايفين؟ وهنا انت هذا البيت، شايفين؟ هذا البيت وهون. ترى هناك كمان في مكان سري أعلمكم إياه بآخر. تروحون تحرقون، تأخذون هذا الكوب، تأخذون هذا الكوب، بوريكم أنتم على بال ما تأخذون الكوب. روحوا هناك، أتوقع أنكم تحبون أشكالكم. تقولون كين دي ها، أنا طحت مكان. روح 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 اللي بحبي اسمه حسن، اللي محبين الجن ترى يزود لك 10% من الجن. هي قبعة ترى الفوائد بس هذه، علشان تجيبها وين شفتم السورد؟ لا معلش، يب السورد، السورد تخلونا 200. شوف اللهم يا السورد يا الميل، جربوا أول شيء الميل، أتوقع جربوا السورد أول شيء. الحين أنتم ماخذين ذا الكوب صح؟ وعون عند هذاك صح. شفتم في هذا عجتنا القط اللي هو هذي، حاول تخلي فيها الكوب. الحين هذا الكوب، انا معي الكوب. مو بهنا، هنا اصلا مسكر. تروحون هنا تلقون هنا في واحد تعبان، يقول لكم هلب ثانك يو انا مسوي له. بعدين وين تروحون؟ وين 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 وين؟ يو يا بغتة ما عاد انا اعطيته. شوف ها اعطاك المفتاح. شايفين؟ ها اعطاك المفتاح. واذا تبون تست ازرق قريب والله طلع بعيد، معلش ما اقدر. فلسفي اقسم بآيات الله. الجزء الاول اللي هو هنا انقزوا تلقون مفتاح، تفتحون دين دين يلل في واحد ذابح البوس. اللهم تلقون هنا بوس تذبحونه يعطيكم هذا. ها شو حلو والله العظيم.
أنا ماني مطور السورد مرة، إذا أنتم مطورين السورد والله بيطلع لكم جبار والله. ها شف عندي أخوي مطور السورد 500 ليفل، وش 500 ليفل ماكس توقع، ما أدري بس اللهم ماكس نسيت، والله معاه قوي مرة مرة، تخيل أقوى من الضوء. وين أتحدى؟ يس ها ها شوف أفاخ، ليش ما يصير أشوف؟ شوف وأنا بروح الحين أشتري وش اسمه، والله لو 72,000 77,000 كمان. يلا تجيني حلوة يا يع، والله لحطها بال ليه فيل، والله لا رميها، تخيلوا لو بأكلها يا قلبي يا ربع فكر ذاك، لو أكلها بس هاتي بجوني. ومع السلامة، ترى إن شاء الله بسوي مقدمة زي مش مقدمة، بسوي وش اسمه انترو جديد.